اليوم كندشنو مشروع الميركاتو اللي هو جزء من الفيلا دونفا 3 اللي هي واحدة من المشاريع اللي عندنا في دار بوعزة. سي ان بروجي دو توتال سور اون سوبرفيسي دو 65000 متر كاري والميركاتو درناه في دون اون بارسيل ديال 5000 متر وبنينا 6000 متر ديال بلونشي فيها. والماركات اللي تبعونا في هذا المشروع هما كارفور، كويك، كوسموس، بيتزا هات، بامز اند سي اتش بانك. الانفستمنت في المشروع هنايا كان 50 مليون درهم. هنايا درنا عندنا 220 بوست ديال الشغل كخيا كي فيكس و 500 كي انديغ، وان شاء الله من هنا واحد العامين غنحلوا ان شاء الله لو سونتر كوميرسيال ديال سي اف سي اللي كاين في الدار البيضاء سوغ لو بروجي كازا انفا. لابا اون فا فيغ ان مول سوغ اون سوبرفيسي دو 20000 متر كاري.